الحمد لله يا ربي جيت سعيد بالتأهل. سات كانت كنا متيقنين باللي ان شاء الله نتأهلوا. صعوبة هذه هي حلاوة التأهل. ما يخفاش عليك فريق عندنا بناني جا في الشوط الاول جا اكل الدفاع. نظن باللي الطاقم الفني تاعنا اللاعبين مشكورين على الاداء الرجولي ويعني ما تقلقوش مع لقاي انزيرو الحمد لله ربي وفقنا. على كل حال يعني شفنا فريق ستيف يعني فودي لا فيريتي فريق كبير عريق كذلك يعني نقص الخبره نقدر نقول لك نقص الخبره تاع لاعبين اتحاد عنابه يعني كي تشوف لاعبين ستيف يعني وين فيهم زغبه فيهم جابوا يعني لاعبين كبار حتى قيمتهم ربما حق 3-4 جوار دو ليز مع النبا. شفنا اليوم عامل الخبره اللي لعب دور دور كبير لو فيكو تانيك باسكو فريق اللي يلعب كوبا راب يلعب لا ليغ دي شامبيون سي ماهوش حنا اللي غير كيما صعدنا. نظن لازم شويه صبر. احنا ما عندنا ما نحشمو يعني بالفريق تاعنا باسكو راهو جاي راهو صغير.